في بيان من النادي الأهلي عقب طبعا مباراة فاركو بالأمس. يمكن قبل ما أختم الحلقة قلت لكم هناك اجتماع طارئ للنادي الأهلي، وقد حصل بالفعل، حصل النهاردة هذا الاجتماع، وصدر عن النادي الأهلي بيان ساخن جدا جدا جدا. عندنا كواليس هذا البيان وكواليس رد الفعل من اتحاد الكورة واللي بيحصل في الدوري في هذه الآونة. عايز أقول كده من الآخر كده، الأهلي ضرب كرسي في الكلوب خلاص. من الآخر ده ملخص الموضوع، بيان ساخن جدا. البيان فيه ايه؟ ما فيهوش ايه؟ لا تعقيب على البيان، احنا ممكن نقول البيان، انما نعقب عليه صعب جدا حد يعقب على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي. يعني اتعقب على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي لأنهم عارفين هم بيعملوا ايه، وكل مجلس إدارة بيتحمل قراراته وهو اللي بيتحاسب سواء قراراته كانت صحيحة أو خاطئة. فلا تعقيب على البيانات، لكن نقول البيان. البيان بيقول ايه بقى؟ بيان النادي الاهلي اللي صدر النهارده فيه اربع قرارات ناريه من مجلس اداره النادي الاهلي، وده طبعا بعد التعادل امبارح، واحنا شفنا كلنا ان النادي الاهلي كان يستحق الفوز، مباراه انتهت بالتعادل. قرر مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماعه اليوم ما يلي: المطالبه باقاله لجنه الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها. دي أول حاجة. اثنين، المطالبة بإيقاف حكم الفار، وأشرح لكم بقى، بإيقاف حكم الفار في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه. ثلاثة، عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، كأس مصر والسوبر المصري، لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي. هشرح لكم لأن في بين السطور كلام كتير. آخر حاجة بقى، استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة، ويقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة. نشرح. وهناك فرق ما بين الشرح والرأي. أنا بقول لكم بقى الكواليس مش الرأي، عشان دايما لما بنقول حاجة الناس بتفتكر إن ده رأينا، لا أنا بقول لكم الكواليس. إيه الكواليس؟ طيب، وما هو رد فعل اتحاد الكورة؟ اتحاد الكورة رد فعله إيه؟ نادي الأهلي نزل بيان، بيان مهم جدا. إيه هو؟ أنا مش هلعب ماتشات الكاس والسوبر، لأن دي اللي بينظمها اتحاد الكورة.